السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا الكعبة لأول مرة في التاريخ، الكعبة ما فيها حتى شي واحد كيصلي وما حتى شي واحد كيطوف في الكعبة. ماذا يعني هذا؟ هل هو عقاب الله للأمة؟ أنا بوجهة نظري أنه عقاب الله. أنا جاني كنت عارف هادشي من قبل، هذي شهرين كنت باغي نهضر على هادشي، كنت باغي نهضر ان ما بقاتش ان الناس يمشيو يحجوا، ما بقاتش ان الناس يمشيو يطوفوا. كيفاش انت تمشي تحج ولا تطوف وانت مؤجج بالفقراء؟ كيفاش انت تمشي تحج وحدك يتيم حدا الدار نتاعك ما جابرش ما ياكل؟ كيفاش انت تمشي تحج والماء نتاعك حرام؟ واش فكرتوا شي نهار علاش انتشر عندنا الفقر؟ علاش؟ لان الناس ما بقاش كتعطي الزكاه، ما بقاش كتعطي الفلوس، ما بقاش كتعاون الفقراء. شنو بقات كدير؟ كتجمع الفلوس حتى كيوصل لواحد اللاج وكيمشي يحج انه دار كل شيء. ماشي هذا الشيء اخوتي. ينظر هذه الكعبه اللي كتشوفها خاليه، هذا ينظر ان الله غاضب على الامه لان الامه ما كتبعش طريق الله. يا اخوتي، ما كاين لا فيروس كورونا ولا اي شيء. إذا أردت أن تنجو من فيروس كورونا موجود في القرآن: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفر الله، حاولوا ترجعوا الأوراق نتاكم مع الله، فهمتوا؟ حاولوا تصدقوا الفلوس، حاولوا تعاونوا الفقراء. كيفاش أنا نمشي نحج وأنا الديور اللي حدايا اللي صاروا على اليمن والحي اللي ساكن فيه عامر بالفقراء؟ كيفاش نمشي نحج؟ كيفاش نمشي نحج وأنا من العائلة نتاعي عندي فقراء؟ كيفاش نمشي نحج وانا الناس خاصهم ما ياكلوا وخاصهم ما يشربوا واليتامى ما عندهمش الملابس؟ كيفاش نمشي تحج؟ هل تعتقد ان الحج مقبول منك؟ هذا لا تمزحوا مع الله، الله لا يمزح. لا تمزحوا مع الله، لا تمزحوا مع الله. راجعوا اوراقكم مع الله، صدقوا اموالكم، واكثروا من الاستغفار، واكثروا من الاستغفار، لأنكم مغطون بالذنوب. نحن نرتكب الذنوب يوميا بدون شعور ونغفل على ذنوبنا، فهذا يجب الإكثار من الاستغفار في هذا الوقت الذي نحن نمر به. نصيحتي إليكم، لن أكثر الكلام، أكثروا من الاستغفار يا أمة، وانشروا هذا الفيديو، حاولوا أن تنشروا هذا الفيديو كي تصل المعلومة. أكثروا من الاستغفار لكي الله يغفر ذنوبنا. وإلى اللقاء.